أبطال بيننا ومن دمنا، معدنهم نادر وعطائهم حاضر وقلوبهم من ذهب، دافعهم الخير وحلمهم التغيير، بالحب احتفوا لأنهم كفوا. حسب علم بطلتنا عفاف انها موجودة اليوم لاجراء مقابلة صحفية، لكنها كانت ضمن خطة اكبر من كذي. نبتدي بالسبورة. الحين النشرة. دخلوا السيارة. نزلوا البنر. إعلان هام، معانا اليوم بطلتنا عفاف، قدر الله أنها تتعرض لحادث مروري برفقة زوجها وأطفالها. عفاف وقتها كانت حامل وفقدت بالحادث أغلى ما تملك، زوجها واثنين من أبنائها. في هالفترة ظهرت قوتها الحقيقية لما حولت فترة انكسارها لفترة إنجاز وتحدي، وقررت تبتدي تحضر لشهادة الماجستير من غرفة المستشفى، وقدرت انها تاخذ الشهادة تحت هالظروف وتقدم لأطفالها الحياة اللي يستحقونها. بالنسبة لي هي صمام الأمان حق عائلتنا، وهي القدوة لنا كلنا. عفاف من يوم هي صغيرة كانت جدا قوية وتعتمد دائما على نفسها. هي يمكن الهوى اللي اتنفسها، لان يعني ما اقدر اعيش بدونها. تحدت الحياة كلها عشان عيالها. عفاف كاريزما مختلفة شوية، على الرغم الحزن والألم اللي فيها، إلا أنها هي تمتلك قوة، قادرة على اتخاذ قرارات بروحها. 10 سبتمبر 2005 صار حادث أليم، وتوفى فيه زوج عفاف وبنتين من بنات عفاف وهي كانت حامل. يعني جسمي كله انهار. على ما رحت الدايركت انا ما تميت، رحت عشان الوالده شافت، دخلت عليها ايش فيك ايش فيك، شفت دمي ابي اصيح ابي اصرخ ابي ماني عارفه ايش اسوي بعمري. ماتت بنتي، ماتوا ولادي، ماتوا ولا مات جمال، مات بعد ذيك الساعه. شنو حاله؟ يعني لما الواحد يفقد زوجه شريك حياته يتالم، بس لما يفقد قطعه وثمره من قلبه شيء مختلف. صار عند عفاف جرح، والجرح هذا يمكن صار له حوالي 6 أشهر حق إنه تتعالج عليه. الواحد يفقد زوج، يفقد بنات ثنتين، مرقد في المستشفى، لكن الحمد لله رب العالمين إن الله سبحانه وتعالى عطى عفاف قوة وصبر أنها تتعدى هذه المراحل. طبعاً أمي ما وقفت دراستها، طب حتى هي في المستشفى كانت تكتب رسالة الماجستير. بسوي هذا الشيء علشان اللي راحوا. مدام زوجي كان سبورت لي في أيام الدراسة، أنا بأنجز
وبتفوق يعني كتكريم حق زوجي. أمي عوضت لنا تقريباً مو تقريباً كل شيء في الدنيا، يعني ما خلتنا نشوف الناس يقول أوه هذين نسافروا وإحنا ما نقدر، لا ودتنا. ما خلتنا نشوف أوه هذين عندهم بيت، لا عطتنا بيت. إحنا نقول دائماً أن أي واحد يضعف في الحياة نقول له شوف عفاف على اللي مرت فيه لحد الآن واقفة على ريولها. ماما أنا أحبك وأفتخر فيك، رغم كل الصعوبات اللي واجهتيها في حياتك كنتي لنا الأم والأب ولا استسلمتي. عفاف أنت فخرنا وأنت رفعت راسنا، وجودك معانا يعني الكثير الكثير، الله يخليك لنا. شكرا أختي أحبك. ماما شكرا وايد وايد على كل الأشياء اللي سويتيها لنا، أنا وايد فخورة فيك وإن شاء الله أشوفك من الدكاترة في المستقبل. يا عفاف الله يخلي شفتي ويعطيك الصحة والعافية إن شاء الله والقوة، ما قصرتي أنتي بعد، والله أنا أفتخر فيك أنتي يعني الصراحة، يعني صج 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 يعني أفتخر فيك. والحين طلبنا من بطلتنا التوجه لخارج المبنى. توقعت لاين من الناس، ناس شخصيات أحطهم على راسي، أحطهم لأنهم وقفوا لي تقديراً، أنا اللي أوقف لهم بعد تقديراً، خليتوني في نفس الوقت أضحك أبتسم وفي نفس الوقت يعني أصيح، أصيح على التقدير اللي قدرتوني إياه صراحةً. لما أنا أكون كفو عيالي بيعيشون إنهم طول عمرهم كفو. عفاف أنت كفو. عفاف أنت كفو. عفاف انتي كفو. عفاف انتي كفو. انتي كفو. انتي كفو. عفاف اثبتت للجميع انها مره استثنائيه لما قدرت انها تاخذ درجه الماجستير من سرير المرض بالمستشفى، وعطتنا دافع ان مهما صعبت الظروف بيدنا ان نحول الالم الى امل طول ما العزيمه موجوده بداخلنا. عفاف انتي كفو. على كل